نشاطات أخرى على كافة المناطق المحررة؟ نحن عندنا نشاطات مختلفة عم نقوم فيها في الداخل السوري. بالدرجة الأولى بنهتم في الأعمال التطوعية، وبالإضافة لقمنا عدة حملات من نظافة المساجد والشوارع في عدة مناطق في المحررة، في عدة أماكن في المناطق المحررة، بالإضافة لقيام بعدة رحلات أولوية، بالإضافة لتنفيذ عدة حملات دعوية أو تغطيتها وتنظيمها، بالإضافة أيضا لبعض الفعاليات الرياضية والأنشطة المتنوعة. كان عندنا أكثر من نشاط قمنا في تخطيطه. نحن كمجموعة تطوعية من قوم قائمة على عدة أفراد من الشباب، بتهدف لتنمية الأطفال وعلى اختلاف مراحلهم، ابتداء من هن الصغار أو نحن نسميه عنا في كشاف الأشبال والفتيان والجوالي، لإعدادهم لقيادة المجتمع اللي نحن بنطمحهم من تكريس الأخلاق الدينية والاجتماعية اللي موجودة في الأساس عنا، نحن بنسعى لنعززها ولنرتقى فيها في المجتمع. توزيع الهدايا لهم ورسم الأشكال الهندسية على وجوههم، ونقوم بدورنا كشاف أهلي سوري بتوزيع لهم الهدايا. لكم نشاطات سابقة مماثلة؟ نعم، لنا عدة نشاطات في محافظة حلب ومحافظة إدلب، نستغل فرصة المناسبات والأعياد وحتى في المخيمات التي تقوم المنظمات بناءها لاستقبال المهجرين، فنحن بدورنا نقوم بالقدوم إليهم على الفور حتى نخفف من معاناة الأطفال ونبعث البهجة والفرح إلى قلوبهم. Yeah.
يلا يلا تعال 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 يلا 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 ايش اسمك؟ علاء. ايش اسمك؟ علاء. علاء شو؟ علاء ابو زلخه. طيب هات شو غني لنا غني يلا عشان نعطيك غنية حلوة. لعبة حلوة كثير اذا تغني لنا غنية في لك لعبة كثير كبيرة. يلا انا البندورة. طيب يلا مين؟ يا سلام بتضحك له لعبه ليش ويني يتضمن هذه الفعاليه حفل نشاطات الاطفال ادخال الفرحه والسرور لهم بعد الحرب التي عانوها بالفتره الماضيه في هذه المنطقه. هل يوجد لديكم نشاطات مماثله في انحاء سوريا؟ يوجد نشاطات مماثله في ادلب وفي ريف حماة وريف الساحل. نحن حاليا نفس هذه الحمله يقوم بها الاخوه في هذه المنطقه. ما هي الصعوبات والمعوقات التي تتعرضون لها اثناء هذه النشاطات والفعاليات؟ الصعوبات التي تعرضنا لها في هذه النشاطات اننا حاولنا ان نقوم بهذه النشاطات في مناطق مستهدفه من النظام. اضطررنا الى نقل هذه العوائل من هذه المناطق الغير امنه الى مناطق حدوديه امنه لافراح الاطفال واطفال السرور لهم. ما هو اهم اهدافكم في هذه النشاطات؟ من اهم اهدافنا في هذه النشاطات ادخال الفرحه والسرور لهؤلاء الاطفال الذين عانوا ما عانوه في الفتره الماضيه بالحرب في منطقه الساحل. هل لديكم مشاريع اخرى قادمه في الايام المقبله؟ ان شاء الله. نحن في البارحه قمنا في مثل هذا النشاط في احدى المخيمات، واليوم في هذه المنطقة أيضا للنازحين من ريف ساحل، وإن شاء الله غدا في مناطق أخرى نفس هذه النشاطات.